فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: نحن في بلدة خارج الرياض ونصلي جماعة في المسجد، ونحن ثلاثة بيوت، ودائما ما نؤخر وقت الإقامة لكل صلاة إلى أكثر من نصف الساعة انتظارا للجماعة، فهل فعلنا وتأخيرنا هذا صحيح؟ نعم صحيح، إذا لم يحصل مشقة على الآخرين هذا صحيح لا بأس، ما لم يخرج الوقت أو يحصل مشقة على الآخرين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.